تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، بعد تحية نجدد بكم الترحيب مرة أخرى من أمام معبر رفح البري. اليوم بالفعل يعني رصدنا دخول عدد من الشاحنات من المعبر اتجهت إلى معبر كرم أبو سالم. هذه الشاحنات اللي هي 20 من الشاحنات الغذائية والإغاثية، هذا بالإضافة إلى 4 من الشاحنات تحمل غاز طبيعي. واحدة من هذه الشاحنات بالفعل فرغت حمولتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. نتحدث عن 24 شاحنة، هذا عدد ضئيل جدا إذا ما قرنا بعدد الشاحنات الذي كان يدخل معبر رفح خلال الشهور الماضية. كنا نرصد عبور 270 شاحنة يوميا على الأقل من معبر رفح إلى كرم أبو سالم، يعني أعداد ضئيلة جدا إذا ما قرنا بالشهور الماضية. كل هذا يعود إلى الإجراءات التعسفية والإجراءات التي اتخذوها الجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الشاحنات، سواء كانت من الإجراءات التفتيشية أو حتى إجراءات الدخول إلى معبر كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون من نقص شديد في جميع مستلزمات الحياة، سواء كانت المستلزمات يعني خاصة بالمحروقات أو حتى المواد الغذائية والإغاثية، سواء كانت يعني خيام ومستلزمات أطفال وحفاضات أطفال وغيرها وأولابا حتى الأطفال وغيرها من الأشياء التي يحتاجها يعني الشعب الفلسطيني. إذن جهود مصر متواصلة خاصة في الشأن الطبي، وهنا يعني نذكر باستقبال مستشفى العريش لعدد كبير من الحالات الخاصة بحالات المرضى والمصابين من الحرب. كل هذه الحالات بالفعل تلقت العلاج في مستشفى العريش والشيخ زويد وبئر العبد، هذا بالإضافة إلى المستشفيات الموجودة في القاهرة. نؤكد أن بحسب يعني البيانات التي صدرت من وزارة الصحة فإن أكثر من 5400 حالة بالفعل تم الكشف عليها وتم يعني تلقيها العلاج والخدمة الصحية داخل المستشفيات المصرية. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من أمام معبر رفح، وأعود إليكم مرة أخرى.